مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. احنا كنتواجدوا رفقة رجال الأمن في أحد الحملات المحبوبة عند البيضاويين وبالأخص ساكنة منطقة أو المناطق الشعبية، الأحياء الشعبية، فهناك العديد من الدرجات النارية المسروقة وكذلك المعدلة. فهناك كذلك أشخاص ما محترمينش القانون، فكيتم فرض واحد الغرامة مالية عليهم، إما ما كيحترموش قانون السير، إما ما عاملش الكاسك، ولا وثيقة رسمية ناقصة، ولا الدرجة النارية معدلة أو مسروقة كتكون بدون أوراق. فرجال الأمن قايمين بحملة هاد الأيام في مدينة الدار البيضاء، هي حملة كيف قلت محبوبة من عند جميع البيضاويين اللي كيتمناو أن مثل هاد الحملات يستمروا ويبقاو، لأن بهذه الحملات كيتم ضرب العديد من المخالفين. عطيني نشوف هذاك الفيديو، يعني واحد اللقطة غادي نبينوها لكم ديال أحد الأشخاص اللي كان كيتحدى رجال الأمن باش يعني غادي فوق السكة ديال الترام، فوق السكة ديال الترام، وهذا الشفارة وحاولوا وهربوا الرجل الأمن اللي كان باغي يحاول أنه فقط يوقفهم. عطينا اخويا رجع ليا. شوف هادي السكه ديال الترام، هادو باينين شفار، هادو شوف طلع لينا هذا كيف كتتابعوا. فماشي كلشي، ماشي جميع السائقين ديال الرالي زيد، وما هادو شفار، هادو هما باينين هاي. كيف قلت بان ماشي كلشي اللي عنده درجه ناريه فهو محترم نفسه ولا محترم قانون السير، كاين درجه ناريه معدله من طرف الشفاره، واحد لك غادي يضيف واحد الموتور، علاش؟ اذا باغي يطير، اذا باغي يتحدى رجال الامن او السياره ديال رجال الامن، ولا كتلقاه. المهم راه نتوما عارفين الاحياء الشعبيه شنو كيوقع فيها، فملي كيبان لك واحد يعني كيتحدى رجال الامن، كيبان لي البراج وجاي ما باغيش يوقف، ما داير لا كاسك لا والو، الموتور معدلو، اذا هذاك راه الشفار. باي.